بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم في حلقه جديده من مطبخ الحياه مع الشيف يوسف. يا رب كلكم تكونوا بالف صحه والف خير. النهارده هنعمل حاجات بسيطه ولذيذه وطعمها حلو قوي، وتنفع معانا في الخروجات، تنفع معانا كمان لو احنا رايحين مشوار ناخد منها كده سندوتشات زي اللي احنا هنعملها دلوقتي. ولكن زي ما بعودتكم كل مره قبل ما نقول المقادير، عايز اذكركم بصفحتنا، صفحه الحياه تي في. ابعتوا لنا كل اللي انتم عايزينه. عارفين طبعا اي حاجه بتجيلنا على الصفحه لازم ناخدها بعين الاعتبار وننفذها لكم عملي ان شاء الله، او قولوا لنا اقتراحاتكم وارائكم، واحنا منتظرين طبعا كل اللي انتوا عايزينه على الصفحه. وبنشكر كل اللي بيتابعنا وكل اللي بيبعت لنا كومنتات وكل اللي بيقول تعليقات على كلامه الجميل. وكمان كلمونا بقى على التليفون اللي هيظهر قدامكم على الشاشه 3855001737 3855001700 ويلا نعمل نوع من انواع السندوتشات اللذيذه كده اسمها الكسديه. الكسديه هنعملها بالفراخ، مقاديرها بسيطه لذيذه و اسهل مما تتخيل. هي عباره عن سندوتشات بس فيها خليط كده كونتراست من الحاجات اللي طعمها حلو قوي قوي قوي، وفيها كمان فلفل هالابينو بيديها تيست مختلف لانها بتبقى سبايسي شويه واساسها مكسيكي. تعالوا نشوف المقادير بتاعتنا. عباره عن 3 صدور فراخ، حوالي نص كيلو من صدور الفراخ متقطعه شرايح زي الشاورما، وعندي كمان بصلايه وثلاث فصوص ثوم ومعلقه كمون وثلاث ثمرات فلفل الوان برضو متقطعين جوليان كده او شرايح رفيعه، ومعلقتين من هريسه الشطه، نص كوبايه من الفلفل المخلل اللي هو الهالابينو، وكمان عندنا نص كوبايه من المايونيز، وكوبايتين من الجبنه المبشوره، اي نوع جبنه مبشوره عندي، وخبز التورتيلا. وهنقدمها مع شويه خس كده بسيطه اسمها يعني خس بالمستردة بيسموه فيرت. يلا بينا علشان نعمل مع بعض الكسديه المكسيكيه ببساطه وبكل سهوله. اول حاجه هنعمل ميكس. يعني ايه؟ يعني ناخد الفراخ ونضيف المقادير بتاعتنا كده اللي هي هريسه الشطه والكاتشب والكمون وكمان الثوم، ونقلب الخليط ده كله مع بعضه كده، ونحط فيه الفراخ تختلط بيه لمده ثواني. تمام. طبعا شويه اساس ملح وشويه فلفل صغيرين. يبقى انا حطيت حاجات هنا كتيره اهي، واضيف عليها الفراخ دفعه واحده ونقلبها مع بعض كده، يختلطوا مع بعض ويتشربوا من الخليط ده. تمام اهو اهو، حلو قوي كده. شوف لونها عامل ازاي، واسيبها كده دقيقتين ثلاثة مش كتير، يعني انا مش بتبلها، هي كده كده هتشرب الخليط ده. وفي نفس الوقت هناخد شوية زيت صغيرين هنا وشوية زيت صغيرين هنا. تمام. وبعدين هناخد هنا الفلفل بتاعنا نحطه هنا يتشوح شوية يساعدنا في التسوية شوية. تمام. بعد ما نحط الفلفل معانا كده هناخد الفراخ بتاعتنا دي كده زي ما هي، ونضيفها هنا برضو مع شوية زيت في الخلطة دي. بس خلي بالكم بقى الهريسة الشطة هتعمل ريحة فتبعده وشكوا عن الطاسة اهو. تمام كده، حاولوا تبعدوا عن البخار اللي بيطلع ده عشان الشطة الموجودة في الفراخ. وبعدين كل ده مع بعضه هيتقلب لغاية ما الفراخ هنا هتستوي بنسبة 90%. هضيف لها بقى الفلفل ده، وكمان هنضيف لها البصل، بس هنيجي نقسم كمية البصل نص هنا ونص هنا، بصلاية صغيرة مش كتير. تمام. ارجع اكرر لكم، حطيني هنا حطينا معلقتين من الهريسة الشطة ومعلقتين الكاتشب والكمون والملح والفلفل، قلبنا كله مع بعضه ونص البصلاية، وبعدين حطينا معلقة زيت وبنشوح الفراخ بتاعتنا عشان تستوي معانا واحدة واحدة كده لغاية ما تخلص تبدا تستوي. وفي نفس الوقت الفلفل متقطع هنا حطيت مع البصل وبقلبه كده علشان خاطر يدبل معانا ويبقى بيقرمش. انا مش عايز اسويه تسويه كامله، اول ما هيوصل للدرجه اللي انا عايزها دي هنرفعه من على النار. نرفع بقى شويه ملح صغيرين هنا عليه وشويه فلفل صغيرين كده، ونقلب تقليبه واحده. خلاص كده هو وصل للدرجه اللي انا عايزها، هسيبه على جنب لغايه ما الفراخ تستوي معانا ونخلط الاثنين مع بعض. تمام كده بالراحه خالص اهو. طبعا الفراخ ما بتاخدش وقت زي اللحمه مثلا في التسويه. تمام. هي يا شيف يسري تنفع دي تبقى فاهيته؟ لا،
التتبيله بتاعتها مش تتبيله فاهيتا خالص، التتبيله بتاعتها دي مش تتبيله الفاهيتا خالص، تمام؟ علشان كده احنا عملناها بطريقه مختلفه خالص. يا استاذه حنان. سلام. يا صباح الفل. صباح النور. اهلا بحضرتك. يا رب يخليكي، تسلمي لي، ربنا يديك الصحه يا رب. تأمريني. الو يا استاذه حنان. طيب حاولي تكلمينا تاني واحنا منتظرين تليفونك عشان نعرف حضرتك كنت عايزه تسالينا على ايه. وانا بشكرك طبعا على كلامك الجميل، ودايما كده نكون عند حسن الظن. هنقلب. طيب في هنا كميه سوائل موجوده، هو ده كده طبيعي؟ اه، هي طبعا اللون بتاعنا الجميل ده شايفينه، هو ده المطلوب. ولو الهريسه الشطه دي هتديها تيست عالي قوي، وكمان الكاتشب هيديها تيست مسكر شويه. يبقى احنا كده هريسه الشطه مديالنا تيست بسيط من السبايسي، وعندنا كمان الثوم مع الكاتشب هيدينا طعم مختلف خالص. هنيجي بقى نجيب طبق ونقول بسم الله الرحمن الرحيم كده. وعندي هنا ثلاث حاجات في الحشوه، اللي هي المايونيز والفلفل الحامي، وكمان عندنا الجبنه المبشوره. هناخد معلقه وناخد كده عشان المايونيز، وناخد تليفون. يا استاذه بشمله. الو. الو. هيا بسمله، ازيك؟ ازيك يا شيخ؟ الله يخليك بخير والله، الحمد لله. الحمد لله. اتفضلي، سامعك. انا عايزه اعمل طريقه البيتزا. البيتزا حاضر من عينيا. اللي هي يا فندم؟ البيتزا حاضر، هنجاوب عليها حاضر دلوقتي. حاضر. بشكرك على اتصالك يا بسمله، وطبعا دايما كده تكونوا منورينا بتليفوناتكم. نرجع تاني للفراخ. نقلب. خلاص بدأت تتشرب ميتها، بدأت تتشرب السوائل وتخش في درجة السوى، بس لسه ما كملتش تسويتها، يعني ما وصلتش لدرجة التسوية الكاملة. شوف يسري، هي بتبقى جوسي كده. عايزين بقى انتوا تنشفوها وتسووها، دي حاجة ترجع لكم. لكن انا عايز وانا باكل احس ان الفراخ بتاعتي فيها التست كده لذيذ، زي ما هتشوفوا دلوقتي معانا عاملة ازاي. بالراحة. تاني، لو انتوا عايزين تنشفوها لغايه ما خلاص تشرب الميه دي كلها ما عنديش مشكله، ولكن لا، انا عايزها تبقى جوسي كده علشان وانا باكل احس في طراوه في الفراخ، يعني تحس ان كده لسه محتفظه بالسوائل اللي جواها. خلاص فاضل لها ثواني، فهناخد هنا نجيب بوله كبيره ونحط الخضار بتاعنا اللي احنا شوحناه ثلاث ارباع تسويه، والفراخ بتاعتي خلاص برضو وصلت لدرجة التسوية الكاملة، يعني الخضار عايزه يبقى مقرمش لكن الفراخ لا. نرفعها كده من على النار ونيجي نحطها هنا. بصوا بقى، نص كيلو الفراخ عامل كمية فراخ قد ايه؟ تكفي أسرة كاملة من خمس أو ست أفراد، يعني نص كيلو فراخ هنقدر نغدي بيه خمس أو ست أفراد يا أم محمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ أهلا بحضرتك، أهلا يا أم محمد. الله ينور عليك والله، تسلمي. تسلمي لي، ربنا يبارك في عمرك. تسلمي لك حضرتك، والله ممتاز جدا جدا جدا. يا رب يخليكي، تسلمي وما تحرمش منكم أبدا. تسلمي لك، عايزين حضرتك تعمل لنا أكلات يوم بيوم وكده، طبخات يعني على قدنا كده، على قد إيدك. طيب ما هو بنص الكيلو فراخ أهو، عاملين وجبة كاملة أهي. ربنا يبارك لك. الله يد... عايز اعرف بس طريقه الرز البسمتي اعمله ايه؟ حاضر من عينيا. واعمل جنبه ايه؟ حاضر من عينيا. طيب بالمناسبه، شايفين شويه الفراخ دول؟ هل ينفع ان انا اكلهم مع شويه من الرز البسمتي؟ ينفع. اهو. ينفع ان انا اكلهم مع مكرونه؟ ينفع. يبقى انا عملت الخليط ده كله وركبته هنا على النار، بعد كده اضيفه مع شويه مكرونه سباجيتي يمشي، اضيفه مع رز ينفي، يمشي عادي جدا جدا جدا، يعني مش لازم يبقى هنعمله زي ما احنا بنعمله كده السندوتشات اللي هتشوفوها دلوقتي، تمام؟ ولكن احنا بنكمل وصفتنا زي الكتاب ما بيقول، زي ما احنا زي وصفتنا العالميه يعني، تمام؟ نيجي هنا ناخد شويه من المايونيز خطوه كده، دهنه صغيره، وعليهم شويه من الجبنه المبشوره، تمام؟ وبعدين ناخد خليط الفراخ بتاعنا زي ما هو كده ونفرد.
تمام اهو. حلو، انا هعملها بطريقتين، طريقه تبقى سليمه وطريقه تبقى نص الرغيف. يعني ايه؟ هتشوفوا دلوقتي مع بعض. بعد ما خدنا كده نص الرغيف اهي اهي، تمام، وفردناها عليها. طبعا زي ما قلت نص كيلو من الفراخ عامل الكميه دي كلها. ناخد شويه فلفل حامي كده، ده اختياري، ده اختياري، وشويه من الجبنه تاني، ونقوم قافلين دي على دي. تمام، خلاص قفلناها. تمام، نجيب بقى نعمل نص تاني علشان نملى الطاسه بتاعتي اللي هاخد فيها التشوك او اعمل لها عمليه الصدمه. نيجي هنا برضو زي ما انتم شايفين اهو، شويه مايونيز صغيرين بدهنهم كده بالمعلقه، وعليهم الجبنه المبشوره، اي نوع جبنه، شويه من الجبنه كده. تمام، وبعدين عليهم خليط الحشوه بتاعتي، ونفرد. انا عايزكم بقى تعدوا هنعمل كام رغيف من دول يا استاذه حنان. ايوه يا سيف، انا بحب حضرتك جدا. اهلا بحضرتك، اهلا بيك يا فندم، ربنا يخليكي، تسلمي لي. لو سمحت يا سيف ممكن اسال على سؤال؟ يعني اتفضلي يا فندم، تحت امرك. عايزه بس طريقه كفته الفراخ. من عيني، حاضر، هقول لك عليها حالا. دلوقتي دلوقتي حالا، حاضر. يبقى عندنا البيتزا وكفته الفراخ. هنجيب طاسه نحطها كده يا دوب تسخن معانا، تدفى، ونحط فيها نقطتين زيت، وناخد بقى الرغيفين بتوعنا دول نرفعهم يعني يبصموا معانا. يعني ايه؟ يعني يا دوب كده الخبز بتاعنا ده اهو، نضغط عليها كده، ما تخافوش. وناخد الناحيه الثانيه اهي، ونضغط عليها كده برضو، ونسيبها لمده هنا ثواني وهنا ثواني. وتعالوا بقى نعمل طريقه ثانيه على بال ما دول يبصم معانا لمده الثواني دول. هنجيب رغيف ثاني اهو، وناخد شويه المايونيز، ونفتح بقى الرغيف كله كامل كده بقى المره دي. ندهن في الرغيف كله زي ما انتم شايفين اهو، اهو يا ياسر. وبعدين عليه الجبنه، تمام اهو، عليه الجبنه بتاعتنا، وعليه جزء من الفراخ، ونفرد عليها. تمام التمام اهي، حلو قوي. بعد ما نفردها كده زي ما قلت لكم، ده نص كيلو من الفراخ عامل قد ايه دلوقتي؟ يعتبر عامل اربع رغيفه، لان كل واحد من دول هيبقى نصين اهو. ونجيب بقى الرغيف الثاني نقفله عليه كده، تمام اهو، ونستنى عليه لما دي تبصم معانا نحط مكانها. نقلب دي كده الناحيه الثانيه، بصوا بقى اللون، مش عايزين نخليها تبصم معانا تبقى واخده لون اكتر من ده الذهبي الجميل ده. تمام اهو، وبرده بايدينا كده عادي، بس نجيب سباتولا عشان ما تبقاش سخنه علينا. نرفع يا ام يوسف. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شيفنا العزيز، اهلا بحضرتك يا ام يوسف، ربنا يخليك. ايه، الله يفتح ما بين ايديك يا رب، احنا وانت والسامعين. تسلم ايدك. اجي اكل بقى على طول يا شيف ولا تنوري؟ يا خبر ابيض، قولي لي فين العنوان وانا ابعتهم لك. اسكندريه منوره. ربنا يخليك، اسكندريه منوره باهلها. ربنا يبارك لك، ربنا يديك الصحه والعافيه. تسلمي لي يا رب، ربنا يكرمك. عايزه بس يعني ثلاث طلبات من حضرتك. تحت امرك، 10. الله يسترك، الله يسترك. اتفضل. عايزه طريقه الرز البسمتي بطريقه حلوه تعمله، اعمله يعني حاجه حلوه شهيه كده، ريحه حلوه وجميل. حاضر، من عينيا. عايزه اعرف طريقه الكسكسي، لو كسكسي هياخد قد ايه ميه ويستوى قد ايه على النار. حاضر، من عينيا. بس عايزين من الالف للياء يعني. طب الكسكسي اللي هو هتعمليه في البيت؟ اعمله في حاضر البيت. حاضر حاضر، اعمله بالكبه مش بالغربان. حاضر، من عينيا. ايه تاني؟ يطلع معايا معجم، عايز اعرف قد ايه. لا لا، هقول لك دلوقتي حالا، من عينيا، حاضر. ايه تاني؟ طيب انا بشكرك. يلا بقى نجاوب الاول، كان جالنا كده تاني سؤال عن الرز البسمتي. الرز البسمتي ده له تسويه خاصه ومعامله حساسه شويه غير الرز المصري، فعشان كده هقول لكم بنعمل ايه في الرز البسمتي. تمام، بس بعد ما نعمل الرغيف ده ونخلصه كده، شوفوا كمية الفراخ اللي عملناها او طلعناها من نص كيلو فراخ، اكلة اقتصادية، لسه تاخد كمان رغيفها. تمام، يبقى كده كم فرد في افراد الاسرة هيتغدوا معانا وياكلوا معانا الاكلة اللذيذة دي؟
على الاقل 5 افراد اهو، كل واحد رغيف تمام التمام مع شويه السلطه اللي احنا بنعملهم دول، وبالهنا والشفاء. قفلنا كده بس خلاص، اسيبه كده لما الرغيف ده يطلع معانا وبعد كده نكمل مع بعض. يا استاذه سلمى. الو. اهلا بحضرتك. الو. اهلا بحضرتك يا استاذه سلمى. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله والله. ربنا يخليكم يا رب، تسلمي لي. اتفضلي سمك. عايزه اسال على طريقه الشاورما. الشاورما حاضر من عينيا. شاورما فراخ شاورما لحمه؟ فراخ. حاضر من عينيا، هقول لك عليها. طيب بشكرك يا استاذه سلمى، ونبدا بالرز البسمتي. في 3 انواع موجودين في السوق من الرز البسمتي. 3 انواع دول مختلفين، في حبته قصيره كده اطول من حبه الرز المصري بحاجه بسيطه، وفي متوسط الحبه وفي طويل الحبه. هنسويه بنفس الطريقه، بنفس الطريقه هناخد الرز نشطفه بس كده بالميه ونصفيها، وبعد كده نغطيه بالميه ونسيبه في الميه دي لمده نص ساعه. نص ساعه في الميه فيها شويه ملح، وبعد كده بعد ما حطيته في نص ساعه ده هتلاقوه الرز طويل الحبه تضاعف حجمه. الرز المتوسط بقى قد حجمه مره ونص، الرز الصغير ده هيبقى ايه يكبر شويه بسيطه. بعد كده هنرفع بس الرغيف ده بعد ما خد اللون الروعه ده اهو، ونجيب دي هنا عشان نحط دي مكان دي. بعد ما خد معانا اللون اهو، يبقى انا كده عملت رغيف سليم وعملت رغيف مقفول. زي ما بتحبوا اشتغلوا مفيش مشكله، ادي ده كده وده كده، بس طبعا امسح حوالينا كده ونمسح الطبق بتاعنا ونقول لكم بالف هنا وشفا. بصوا بقى ده الطريقه. نرجع تاني للرز البسمتي، نقعته نص ساعه في الميه، يكون عندي ميه دبل. يعني ايه؟ لو انا حاطط 2 كوباية احط 4 كوبايات ميه على النار بتغلي فيها ملح، واقوم نزل فيها بالرز بتاعنا بعد ما صفيته من الميه كنا ناقعينه فيها، واسيبه لغايه ما يتشرب الميه خالص، وبعد كده بصفيه عشان لو فيه ميه زياده، وارجع ارجعه تاني في الحله بتاعتي اللي انا كنت بعمل فيها، واحط له بقى اي ماده دهنيه انا بحطها، زيت، سمنه، زبده، واقلبه تقليبه واحده بس، واسيبه يتشرب لمده 3 4 دقائق من غير ما اقلب فيه، وبعد كده اطلع اغرفه هتلاقوه طالع كل حبايه بحبايته. تمام. لو عايزين نضيف لون اصفر هنجيب مثلا شويه من الكركم ونحطهم في ميه ونصفيهم، او نجيب بودره الزعفران الموجوده دلوقتي عند العطارين لون كده اصفر، بناخدها ندوبها برده في شويه ميه. ولو عايز حبايه وحبايه بنقط نقط على الرز وبعد كده اقلبه مع بعضه. عايزه كله اصفر بنزل على الرز كله واقلبه تقليبه واحده. تمام، حلو قوي كده. نرجع تاني بقى للسؤال الاولاني اللي كان جالنا اللي هو البيتزا. البيتزا الاول واحده واحده كده. تمام. البيتزا عباره عن كيلو دقيق بحط عليه 3 معالق لبن باودر و3 معالق زيت عادي او زيت زيتون، وكمان معلقتين او علبتين من الزبادي، علبتين صغيرين من الزبادي او علبه واحده الموجوده عندي، ملح وخميره وسكر، واقلب كل الخليط ده مع بعضه، وبعدين بعد ما يتقلب انزل عليه بالميه لغايه ما العجينه تبقى قطعه واحده. تمام. يفضل والاحسن والاحسن حاجه في عمل البيتزا ان انا ما اخمرهاش كلها تخمير واحد وارجع اقطعها، لا انا بعد ما اتعجنت اقطعها قطع زي ما انا عايز، 5 6 7 زي ما انا عايز، واسيبها تتغطى كده متخمره، وبعد كده بفردها على دقيق، وبعد ما بفردها على الدقيق باخدها علشان خاطر احطها في الصينيه واحط على وشها الصلصه بتاعت الطماطم شويه صغيرين وجبنه موتزاريلا، واحط الحشوه اللي انا عايزها وارجع احط جبنه موتزاريلا على الوش وادخلها الفرن تطلع معانا احلى. كفته الفراخ اسهل طريقه، بصلايه وفص ثوم وشويه بهارات فراخ وكمان معلقتين بقسماط، كل ده بحطه مع بعض في الكبه او في المفرمه وافرمهم مع بعض فرمه واحده او فرمتين، واقلبه كده تقليبه، وبعد كده بعمل بصبعه يا اما احطها في دقيق وحمر، يا اما احطها في دقيق بيض ولبن وبقسماط وحمر، يا اما زي ما انا عايز اعملها بالطريقه اللي تعجبني. طيب هنا السندوتشات بتاعتي بتاعت الفاهيتا تمام التمام على التقديم. هناخدها نقطعها ونحط معاها شويه السلطه بتوعنا وبالهنا والشفا. ده شكل وده شكل، نفذوا زي ما انتوا عايزين. تمام، هجاوب على كل الاسئله.
اللي سألتوها، وأنا سعيد قوي إن أنا بسمع صوتكم وبسمع تليفوناتكم، عشان كده هستأذنكم ناخد فاصل سريع، بعد الفاصل هنرجع نكمل ونوريكم غرفنا الكسادية إزاي، وكمان نعمل مع بعض وصفة حلوة قوي، كفتة لذيذة قوي مع صوص طماطم روعة الروعة، ولكن بعد فاصل سريع ما حدش يروح في أي مكان، لأن الجديد والممتع والتعليمي مش هتلاقوه غير عند يسري في مطبخ الحياة بعد الفاصل.